تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، افتتح رسميا في جامعة البحرين مركز الابتكار السحابي في مركز الإعلام. بهذه المناسبة أشار سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين إلى أن افتتاح مركز الابتكار السحابي يؤكد مواكبة الجامعة لآخر المستجدات التقنية العالمية، مضيفا أن جامعة البحرين تقوم بدورها كمؤسسة تعليم عال للتعامل مع سوق العمل المتغير ومتطلبات العصر الجديد. جامعة البحرين تؤكد استمرارها في مواكبة آخر مستجدات التقنية العالمية من خلال تدشين مركز الابتكار السحابي ليتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. إن جامعة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحقق إنجازات عديدة، ليس فقط على الصعيد الأكاديمي أو متابعة كل ما يستجد، وإنما هناك جهود تبذل لتطوير عمل الجامعة بشكل عام. نحاول هذا اتجاه حديث الآن في الدول وفي الجامعات العريقة أن يكون هناك برامج تدريبية متخصصة مع شركات عالمية لكي يستطيع الطالب والطالبة الإبداع والابتكار، لأن هذه مهارات مهمة في القرن الواحد والعشرين. الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي يتابعها بكل اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد على أهمية أن يكون هناك جهدا بارزا في تطوير مخرجات التعليم لتتناسب مع الاتجاه الذي تسعى إليه الرؤية الاقتصادية في الارتقاء التنموي لمملكة البحرين على كافة الأصعدة. افتتاح مركز أمازون السحابي اليوم في جامعة البحرين صراحة من الأمور اللي نفخر فيها، وهي نتيجة لتعاون جامعة البحرين تمكين وشركة أمازون، والمشاريع التي تطرح من قبل الطلبة ومدى تطويرها وإعانة أمازون في توفير التكنولوجيا التي بحاجة لها لتطوير الأفكار التي تطرح من قبل طلبة جامعة البحرين صراحة هذه تمكنهم من تطويرها بشكل أسرع، بشكل يكون ممكن أنه يخدم سوق العمل وكذلك يطور من شخصياتهم وعلاقاتهم مع الشركات في القطاع الخاص. برامج أكاديمية تم دمجها بالتدريب لتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية باستخدام التكنولوجيا السحابية وتبني ثقافة الابتكار الذي من شأنه تعزيز البحث الأكاديمي وتجربة التعلم لدى طلبة جامعة البحرين. تماشيا مع توجهات الحكومة لاستخدام الحوسبة السحابية كجزء من التحول الرقمي، طورت كلية تقنية المعلومات برامجها الأكاديمية واستحدثت أول برنامج للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط. الافتتاح فعالية اليوم وهو مركز أمازون للابتكار السحابي، أتصور مثل هذه النوع من المنصات توفر فرصة ممتازة ومميزة للطلبة أن يسوون شيئين، رقم واحد أن يقدرون يحسنون من مهاراتهم ويطورون ويصقلون قدراتهم على المساهمة الإلكترونية والرقمية في عالم مثل عالم اليوم. شراكة استراتيجية فاعلة تبنتها جامعة البحرين بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيس وصندوق العمل تمكين لتعزيز بيئة الابتكار في مملكة البحرين وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، والذي بدوره سيساهم في توجيه البحوث والدراسات الطلابية نحو تقديم الحلول الابتكارية المناسبة.